بن أفليك يتخلى عن قصره ويذهب للعيش مع لوباز في منزل بالإيجار، وترتيبات مكلفة لحفل زفافهما في الانتظار. فاجأ الممثل العالمي بن أفليك جمهوره بتخليه عن قصره المميز وقراره بالانتقال للسكن مع زوجته جينيفر لوباز في منزل استأجره ضمن لوس أنجلوس. وفي التفاصيل، عرض بن أفليك هذا القصر في قائمة سوق العقارات بهدف بيعه بمبلغ يصل إلى 30 مليون دولار، فهو يتألف من 7 غرف نوم و9 حمامات وغرفة سينما وحمام سباحة ساخن مع مسبح وبيت ضيافة وغيرها من المميزات، إضافة إلى إطلالته المبهرة على الجبال المحيطة به. ورغم أن هذا المنزل يمثل بالنسبة لبن أفليك بيت الأحلام، إلا أنه فضل التخلي عنه والذهاب مع زوجته الجديدة إلى منزلها بعد إجراء بعض التعديلات عليه، والتي ستحتاج قرابة السنة. وخلال هذه المدة استأجرا قصر الملياردير الشهير جيمس باركر. في سياق منفصل، تمكنت صحيفة الديلي ميل البريطانية من الحصول على وثيقة زواج بن أفليك وجينيفر لوباز بعد أن تزوجا في 17 يوليو المنصرم في كنيسة ليتل وايت في لاس فيغاس. الجمهور، ورغم تهنئة نجمه على زواجه من حبيبته، إلا أنه تساءل عن سبب إقدامه على مثل هذه الخطوة، لكن الصحف والمواقع الفنية تحدثت بمعلومات غير مؤكدة عن حاجة بن أفليك إلى المال حالياً بهدف إقامة زفاف ضخم في جزيرة سان سيمون.